اللهم احفظ مقدسات المسلمين إلهنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، ولا حول ولا قوة إلا بك، منك الفرج وإليك المشتكى. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الدين المحتلين المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، وأرنا فيهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز.